real good deal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بلاك نايت. شرح اليوم المشن إديتر، تصميم المهام اللي هو التريجر، كيف تفعل أو تطلب أشياء من الراديو، من قائمة الراديو. أضغط سلاش أو منيو، بعدين نروح في 10 أذر مثلا، أطلب في 16 عراقية أو أطلب ميج 29 إيرانية. كيف نسويها؟ أشرح لكم على السريع. هنا الف 16 العراقية، حط لها اسم نيم اللي هو اسم السرب واسم الطيار، بحط ب 16 عراق وحطها ليت اكتيفيشن عشان افعل الميزة اللي بشرح لكم عنها. ونفس الوضع، الطائرة الإيرانية ميك 29 إيرانية لازم تحط لها اسم السرب وتخليها ليت اكتيفيشن بحيث ما يجي لها توقيت معين. وهنا طائرات الميراج 2000 الفرنسية حطيتها باسم ريد كابون. طيب الطائرات الاف 16 الأردنية ما حطيتها ليت اكتيفيشن، خليتها تطلع توقيت عادي، لكن حطيت هنا تريجر زون. تريجر زون هنا نفعله هكذا، نحطه مثلا 75000 وحطها اسم بحيث ان ايش اتذكر. امسح، انا حطيت هذا التريجر زون او اللي اسمها منطقة التفعيل باسم الطائرة، بحيث ان الطائرة هذه اول ما تدخل الدائرة في شيء يتفعل انا مسوي. طيب الطائرة هذه دخلت الدائرة يتفعل الميراج 2000 الفرنسية تظهر. هذه استفاد منها ان المهمة ما تصير ثقيلة في البداية وتكون منطقية، يعني حتى تكون واقعية، ما تظهر الطائرات كلها في وقت واحد، او حتى الوقت ما يكون غلط في شيء، ولا لو صار تأخير في بداية الاقلاع ما يأثر، بحيث انها لو خليت سرب معين اذا دخل الدائرة هذه او خرج منها تتفعل اما اسراب جوية ولا كتائب برية او اساطيل بحرية. طيب اشرح لكم كيف. طبعا هنا لو تلاحظون مقسمها بحيث اني اميز مثلا الاف 16 العراقية باللون الازرق والميج 29 الايراني باللون الاحمر والتفعيل والاف 16 الاردنية باللون الاصفر. طيب اول شيء طبعا ما نحتاج شروط، تسوي اكشن امر اللي هو شرح اليوم، راديو ايتم اد فور جروب. طبعا يجي فور كواليشن، اما الفريق الازرق او الاحمر، او فور جروب اللي هو سرب معين او مجموعة معينة. تحط اسم المجموعة بالضبط، مثلا حاط بلو اف 16 العراق، الجروب اللي هو مثلا الطائرة اللي انا بفعل فعلكم اياها وتشوفونها، هذا الجروب حقي سميته رساف 15. طيب الفلاج واحد، الفاليو خلوه واحد، ما تحطون اكثر من واحد، هذا مهم دائما واحد، ما اقصد هذا واحد لا تنسونه. طيب نروح اللي بعده عشان نفعل اللي سويناه. طبعا هنا نحتاج شرط، نحط نختار flag equals اللي هو العلم ونخليه مثل الاول، ذكروا هنا واحد واحد، هنا اخليه واحد واحد مثل ما تشوفون. طيب اذا تفعل العلم واحد واحد ايش يصير؟ الاف 16 العراقية الاف 16 العراقية ترسبن تظهر. ايضا فيه شيء ما هو بشرط، ما هو لازم، لكن باب تخلي المهمة احترافية، انك تضيف رسالة تظهر للكل يشوفونها. تروح تختار مسج تو كواليشن اللي هو يعني تختار فريق ازرق احمر، او انك تخليها الدولة او سر معين، بس افضل انك تخليها كواليشن اللي هو تحالف، تحالف الازرق او الاحمر. طيب بعدها تحط رسالة، مثلا انا كتبت في 16 فريندلي توكف، انه في 16 صديقها قلعت، اخليها تجلس الرسالة 15 ثانية. الخيار هذا يخلي رسالة واضحة، يعني تكون خلفيتها بيضة ما تكون شفافة. ستار ديلي اللي هو ان رسالة اول ما ترسم الاف 16 العراقية رسالة تتأخر مدة ثانيتين، تقدر تخليها صفر عادي، اول ما ترسم تطلع طوال عادي. هنا انا ضفت صوت، مقطع صوت، بحيث ان الطيار احيانا ما ينتبه للرسائل ينتبه للصوت، فانت تعطيه شيء مرئي يشوفه رسالة ونفس الوقت صوت ينبه. مثل هذا المقطع
طبعا المقاطع الصوتية اللي تشتغل في محاكي دي سي اس كلها بصيغة او جي جي، تعرف الصيغة الثانية اللي هي ام بي 3 و اي في اي الى اخره ما تنفع، لازم تحولها الى او جي جي في بعض البرامج تحول مثل ما سمعت الان. طيب في شيء ثاني اضافي نوعا ما مهم بحيث يخلي كل شيء مرتب، نروح مثل ما اول شيء انا سويت لكم راديو ايتم اد فور كوليشن، اضيف طلب في القائمة الرادي للتحالف. فثاني تريجر احط ايش؟ راديو ايتم ريموف فور كوليشن، اني اشيله. طيب طبعا اهم شيء اني ايش انسخ الاسم بالضبط، كنترول زي اروح هنا في النيم انسخ بالضبط كنترول في واضيف الكوليشن بلو. ايش فائدته هذا؟ الحين لو طلبت ال 16 العراقيه زي ما وريتكم بدايه المقطع، اول ما اطلبها خلاص تظهر ترسبن ويطلع رساله ويطلع صوت، بعدها ايش يصير بالامر ده اللي حطيته؟ يخفيها خلاص تروح، لان اصلا حتى لو ما خفيتها لو تبقى رساله ما بتفيدك، خلاص هي ترسبن مره واحده وانتهى، ما عاد تعيد نفسها ما تطلع القطار الثاني. فهذه عشان يخلي الموضوع مرتب خصوصا اذا بتكثر الاسراب اللي يسوي لها ريسبون او اي كان دفاع جوي ولا الصوت البحري ولا اللي هي. طيب نروح اللي بعده، نفس الطريقه نسوي راديو ايتم اد فور جروب. الجروب من اللي هو انا اللي فعل، اما تخليها سرب مثلا السرب اللي انا حاطه رساب 15 او تخليها الفي التحالف الازرق كله. الاسم ميك 29 ريد. الفلاج هذا اهم شيء، لو لاحظتوا التريجر الاول حطيت الفلاج 1-1، هنا اخليه 2-1، طبعا الفاليو خله دائما 1 2-1 امشي 3-1 عادي لو تعدي 100 ما في مشكله 2-1. التريجر اللي بعده عشان يتفعل الاول اللي هو الاستدعاء، انك تستدعي تروح يطلع الامر تسوي شرط كونديشن فلاج فلاج ايكوالز فلاج 2-1 زي ما وريتكم قبل شوي. بعدين اسوي تفعيل جروب اكتيفيت، جروب اكتيفيت يفعل الطائره او السرب الميج 29 الايرانيه بالميزه اللي انا حطيتها ليت اكتيفيشن اللي هو تفعيل متاخر. جروب اكتيفيت يفعل السرب او المجموعه اللي سويتها فيها ليت اكتيفيشن اللي هو هذا ليت اكتيفيشن. طيب نرجع نكمل رساله مثل ما قلت لكم طائره عدو ميج 29 عبرت الحدود مثلا، بحط صوت ما قطع صوتي. طبعا في شيء بسيط انا ما انتبهت له، هنا الرسالة تتأخر ثانيتين، هنا عشان اضبطها خلي الصوت بعد يتأخر ثانيتين. نرجع هنا الرسالة تأخر ثانيتين مثلا اقول صفر مثلا، هنا خليها صفر. ومثل ما وريتكم نسوي راديو ايتم ريموف اني اشيل الشيء بعد ما استخدمه فور جروب، وراح اتاكد انسخ نفس الاسم، اهم شيء الاسم بالضبط ويش والفلاج. انسخ الاسم والجروب وهو اللي يستدعي اللي هو انا اساف 50. طيب الثالث انا اللي حطيت الاردن مختلف، انا ما استدعي اخلف 16 الاردنيه بالشرط هذا بارت اوف جروب زون، اذا بس جزء من السرب كامل دخل المنطقه يتفعل اللي انا حاطه هنا، او انكم كنت تعكسها اللي هو انها مثلا طائره خرجت من الدائره هذه يتفعل الشغله هذا. ايش يتفعل؟ يتفعل الميراج الفرنسيه بنفسها، ما انا اللي فعله، يطلع السهل هذه طائره عدو فرنسيه ميراج 2000 جايه من الشمال الغرب 160 ميل من حماه، ويطلع صوت رسالة. تأكد هنا تغيير، هنا تغيير ثاني نحطه هنا ثاني. طيب الحين نجرب نرسم الآن نشوف الخريطة ننتظر في 16.
طيب نسرع الوقت. الله، لاحظوا المراج 2000 الفرنسية بتظهر من هنا إذا دخلوا الدائرة اللي أنا حاطها هنا، تريجر زون. أيوه ظهرت، تطلع رسالة فرنش انمي مراج 2000 مثل ما قلت لكم. طيب أنا الآن هذا تفعيل تلقائي، بحيث أن الطائرات أو سرب دخل معين أو حتى كتيبة في البر عبرت دائرة معينة أو طلعت منها يتفعل لك أمور معينة. طيب هذا أنا أطلبه بنفسي، مثلا أطلب عدو يطلع، يعني مثلا سويت مهمة وفيها سراب كثير واللي معي 5 أو 6 مثلا، و بنقاتل جو جو، لأن والله أخويا بقيوا قدرنا نجيب فيهم، تقدر تستدعي أسراب عدو أكثر. أنا الحين بستدعي المك 29 الإيرانية. تمام، سمعتم الصوت ورسالة. الآن ظهروا مك 29 الإيرانية، ما كانت موجودة. الآن شو بطلب قدام عيونكم، روح أذر. طبعا الأذر هذه تجي مثل الطريقة اللي علمتكم إياها، تضيف راديو آيتم. طب تلاحظون المك 29 الإيرانية اختفت مثل ما وريتكم، بحيث يكون الوضع مرتب. طيب الآن بطلب في 16 عراقية تعترضها الإيرانية. الآن شوفوا ظهرت، جت رسالة وطلع صوت. هذا اللي عندي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.